فرغت الفصول الدراسية من ضجيج طلاب العلم واستبدلت بأنين النازحين الذين وجدوا في بداية الحرب ملاذا آمنا فيها، وعددها فاق 150 مدرسة تتبع لوكالة الغوث الأونوروا و130 مدرسة حكومية وخاصة. فالمدارس بات يسكنها نحو مليون فلسطيني، غالبيتهم في جنوب القطاع، جلهم من الأطفال المتفوقين الذين اضطرتهم الحرب للخروج نحو الطرقات بدل مقاعد الدراسة لكسب الرزق. احنا نفسي اروح على المدرسة، اشتقت للمدرسة، اشتقت لأبلتي، اشتقت للمدرسة كلها، يعني نفسنا نروح على المدرسة وتخلص الحرب وتصير هدنة كبيرة ونقرأ زي ما كان الحرب، كان هدنة زي مرة هديك. ما يقرب من 650 ألف طالب وطالبة لم يتلقوا أي مادة تعليمية منذ 7 أكتوبر، وكلهم باتوا نماذج للتشرد، وغالبيتهم يتعرضون للعنف بسبب الحرب. أنا قاعد وببيع ونفسنا نرجع للمدارس، وأبويا راجل كبير وبدنا نساعد ونجيب حاجات للدار ضرورية ونفسنا نرجع للمدارس. الخشية الأكبر تتلخص في كثير من المعلمين الذين يرون أنه حتى ولو تم الاتفاق على وقف إطلاق النار فإن العودة إلى الحياة الطبيعية في غزة ستستغرق وقتا طويلا، ومنها قطاع التعليم، سيما وأن المدارس ومراكز الإيواء لن تخلو من النازحين بسبب عدم وجود أي منازل لهم. غازي العلول، رؤيا، قطاع غزة.